الطبع أن الإيجابية تكمن في حياة الإنسان في بيته وأسرته وفي التعامل مع الجيران ثم مع المجتمع الكبير وهي الأسرة الكبيرة والتي هي الوطن. نعم. الوطن يحتاج منا إلى إيجابية عظيمة جدا في كل مناحي الحياة. يحتاج الإنسان إلى أن يكون إيجابيا مع وطنه. يعني الإنسان لما يرى أن إنسان ينشر شائعة من الشائعات تؤثر على استقرار الوطن، الدور الإيجابي لهذا الإنسان أن يحد من هذه الشائعة أو أن يكذب هذه الشائعة أو أن يحرص على ألا تنتشر هذه الشائعة وأن يبين للناس أن هذا خطأ وأن هذا يؤثر على المجتمع وعلى الوطن الذي نعيش فيه وعلى السلم المجتمعي. نعم. حينما يرى الإنسان إنسانا يتكلم بكلام هذا الكلام سيضر المجتمع وسيضر الوطن، ينبغي عليه أن ينهاه عن هذا الفعل، لأن المحافظة على الأوطان هي محافظة أيضا على الإيمان والأديان ومحافظة على الإنسان. إن الإنسان حينما يعيش مطمئنا في وطنه وحينما يعيش مستقرا في وطنه وحينما يعيش نافعا عاملا في وطنه، كل باب من أبواب السلبية ينبغي أن ينحيها الإنسان من طريق الوطن، لأنه إذا استقر الوطن الإنسان يستطيع أن يحقق الآمال الشخصية. لأن بعض الناس بترى أنه هو يقول لك وأنا مالي، أنا ماليش دعوة، أنا يعني وأنا اللي قلت كده، هو أنا اللي عملت كده. لا، ده أنت لما تحافظ على الوطن وتكون إيجابيا مع قضايا الوطن وتكون إيجابيا في تعاملك فيما يتعلق بوطنك، أنت بذلك أيضا ستنفع نفسك، لأنه إذا استقر الوطن كل الناس ستشعر بالراحة، كل الناس سيتجدد عليها أبواب الخير. لكن إذا كان أنت أحدثت شائعات وأحدثت فتنا وكنت سلبيا في التعامل مع قضايا الوطن، بلبلة في المجتمع، بالتالي أنت سيصيبك أثر هذه البلبلة وهذا الأمر السلبي الذي أنت حاولت أن لا تكون بابا من أبواب الحل فيه. فلذلك ينبغي على الإنسان أنه يكون يعني واعي، عنده الوعي. إحنا نحتاج إلى قضية الوعي، الوعي صحيح. المجتمعي صحيح. والوعي للمخاطر التي تحيط بالمجتمع وتحيط بالوطن وتحيط بالأمة. ليه؟ لأن الإنسان إذا كان عنده هذا الوعي بوطنه والوعي بالمخاطر، الإنسان يحاول أن يجنب الوطن كل هذه الويلات وكل هذه المخاطر. الإنسان إذا كان يعرف أن الوطن يحتاج منه إلى المزيد من العطاء والعمل، فلابد أن يكون إيجابيا ليعمل وينتج حتى يثمر هذا الوطن. لما الإنسان يرى أن إنسان بيعمل حاجة غلط وهو يستطيع أن هو يوجهه توجيه سديد بحيث يوجه هذا الإنسان بدلا من أن يكون إنسانا أنانيا نفعيا أن يكون إنسانا نافعا للوطن. إن إحنا بنشتغل في وظائفنا وفي أعمالنا، إن الإنسان لما يلاقي واحد بيضيع وقت العمل وبيضيع مصالح الناس، لابد أن الإنسان يكون إيجابي. هو أولا يحاول أن هو يساعد الناس اللي هي في العمل ده، الأمر الثاني أنه يحاول أن يصلح من الإنسان اللي هو السلبي اللي بيؤثر على إيجابية هذا العمل. عظيم.